ومعايا نانيتا. نانيتا اليومين دول في الساحل و ايه؟ حفلتي؟ شو رايكم؟ عجبوك حفلاتي؟ عجبوك حفلاتي؟ عجبوك حفلاتي؟ اخر مره شفتني بالاسود وجرسني جرسني جرسني بالفيديو وكنت حزينه. ما 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 بطلع معك باسود خلاص. النهارده بقى فرحانه مبسوطه لابسه احمر. لبنان بقت جميله وكل حاجه بقت حلوه. المره اللي فاتت كان في انفجار وكنت حزينه، المره دي الحمد لله بقيتي زي الفل. كنت لبسي اسود وحزينه من جواتك والناس كانوا زعلانين وانا زعلانه الا انت. اه الا انا، انا كنت مبسوط. انا الناس كلها يعني كان في حقد عليا بيغيروا منك النانيتي القمر ده. انت كيفك؟ انت يا اخبارك ايه؟ انا كلميني عن حفلات الساحل. ولا ولي الحمد لله يا عم حر قوي من طب ساحل شو بدنا نلبس؟ ولا شعراتنا شعراتنا ما عم بقدر اعملهم. عم بس انا برضه حاسس ان في بنات مصريه بتعرف تلبسك احسن منك. ايه ما بيأثر. طب ما شايف اللي عم بيقلدوني؟ مش عارف ليه نيتا مش حاسك كده برضه، يعني قادره تبقي نمبر 1 في اللبس في مصر. معلش عم جرب عم جرب قد ما فيي. شو رايكم انا نمبر 1 ولا لا؟ بس مش عارف يعني في 3 4 عدوا كده احلى منك. هو عشان الفستان برضه ما في ما في احلى مني. لا نسال الجمهور في احلى مني؟ لا غنيها لي. شي احلى مني؟ ماشي نسال الجمهور هلا على الستيج. انا عم اقدم بدي اسالهم. انا قلقان يكون محمد رمضان بينفس مني. لا محمد رمضان بينفس مني قوي، مش عايزه اقول لك، خاصه في الساحل كنت انا وهو في الساحل مع بعض. كان بينفس مني محمد رمضان. تعرف انك بينفس مني؟ كنا في الساحل مع بعض ونفس مني. اصل الجمهور سابه وجاي عندي. محمد رمضان قال لي سرقتيني فنزيتي، بليز ما تيجي على الساحل وانا هون. طبعا رساله لمحمد رمضان، يعني نانيتا اي لاف يو. نانيتا سرقت فنزيتك. انا ام سوري محمد رمضان اخذ فنزيتك بس انا كتير بحبك. نانيتا النهارده ايه اللي مخليكي مبسوطه بقى؟ المره اللي فاتت من سنه كنت حزينه ولابسه اسود علشان طبعا تحافظي على الحزن، الحزن في القلب. انا عن جد كنت حزينه وكنت لابسه فستان اسود، ما كنت لابس الوان فاتحه عشان الانفجار ببيروت. بس هو الحزن في القلب والله. يس كان عاكس علي ولبسي اسود، العالم شوي ما عجبهم لانه مفتوح للدرس. انا هلا مبسوطه لانه مبسوطه بالايفنت. بس برضه انت قلتي كلمه، انت قلتي مع الجو حر والدنيا صيف. انا قلتي ولا شو والتيب مفتوحين شو بدنا نعمل؟ بس هلا انا مبسوطه لانه ما بس انا حاسك بداتي يعني كلمه قفلي كده شو. اه شفته؟ شفت؟ انا حاسس ان انت بداتي ايه خلص. قولي لي بقى انت عملتي اغنيه جديده؟ عملت اخر غني عملت يلا برا من كانت من توزيع ساسو نزلت. لا هي الاغنيه يلا برا. عملت من بعدها وزه 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 كانت انتاج اكسلانس صلاح شعبان. هلا انا عم بعمل اغنيه جديده. مش بقى فيلم كده مسلسل؟ في عم بعمل مسرحيه مع المخرج الكبير حسام ديم صلاح، انا نجمة انتصار، الوزير، يعني جروب كبير من الفنانين. عم نعمل بروفات في المسرحيه بقى. مطربة استعراضية ورقصة. انا مش عايزة اقول له دوريك. بس مسرحية حلوة وحتتعرض بالساحل كمان. انت حبيتي الساحل والساحل جميل بالنسبة لك فقررتي تقعدي في الساحل. وعندي حفلة بالساحل 19/8 وعندي حفلة ب 23/8 وعندي نكست ويك هيك اشياء هون هون هون. اللي عايز يشوف نانيتا يروح الساحل. تعالوا كونوا كتار. ما حقلكم وين بالساحل لانه بكثير محلات، حنزل عندي على البيج. النهارده انت جايه تتكرمي وتقدمي الحفله وجيتي من الساحل بقى وكده عشان جيت من الساحل عشان عندنا انا حقدم الحفله وحغني في الحفله وحتكرم في الحفله وعشان اشوفك اكيد اكيد. قالوا لي انه انت هون. انا مبسوط ان انت مبسوط وتقريبا رئيس المهرجان بيندهلي. انا جيت